أهلا بكم في قناتنا، قناة الترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. رد فعل رهف القانون بعدما أجرى زوج راندي فحص الدي ان اي واكتشف أن الطفلة ليست ابنته. فجر زوج رهف القانون مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلانه عن أن ابنة رهف ليست ابنته، وذلك بعد قيامه بإجراء فحص الحمض النووي دي ان اي والذي أظهر عدم تطابق الطفلة معه. وقال زوج رهف القانون عبر ستوري في انستغرام: دائما ما رغبت في عمل فحص الدي ان اي، لكنني أحببت ابنتي كثيرا، كنت خائفا أنني سأخسرها، ولكن أمها قررت أنها لا تريد ابنتها، والآن أفهم لماذا لا تريدها. وتابع: كانت تعلم أن الفحص سيخبرني أن ريتا ليست ابنتي وأنني سأتركها، لهذا السبب لم ترد مني أن أجري الفحص، وبعدما أنهيت علاقتي معها بسبب كذبها أرادت مني أن أرعى ريتا بينما تذهب للحفلات وتنام مع رجال آخرين كعادتها. وأضاف: كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك ووجدت أنها ليست ابنتي. وأوضح: أرسلت لرهف وأخبرتها عن الفحص فقالت إنها سعيدة أنني لست الوالد وأن ريتا ستكون بحال أفضل مع أب آخر غيري. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع زوج رهف مستنكرين تصرفاتها التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وفق قولهم، كما تداولت عدة حسابات هذا الخبر مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات غير الأخلاقية. وسبق لرهف القانون أن أعلنت انفصالها عن زوجها العام الماضي لأنها تسرعت بدخولها في العلاقة دون استعداد وفق ما نشرته آنذاك عبر حساباتها بالسوشيال ميديا. وفي أول رد فعل من زوجها أكد راندي أن رهف أخذت طفلتهما وغادرت مطالبة إياه بأن لا يسأل عنها بعد الآن حسب ما قال. وتوعد راندي رهف القانون بأنه لن يترك طفلته وسيقاتل ليحصل على الحضانة مهما كلفه الأمر من مال. ونشر مقطع فيديو ويحمل طفلته وصرح: أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تجيب، قالت لي إنها لا تهتم وتريدني أن أتصل بالشرطة وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها، هل تعتقدون أن الأمر مزحة؟ الطقس بارد جدا هنا. وتابع تقول: إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة؟ أسعى الآن 7 مساء أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني.